عزيز أهلا بك. إذن ماذا تقول حكومة دبي عن مسودة قانون الانتخابات التي قامت هي بكتابتها؟ نعم، صباح الخير نبيل. بالفعل قبل أسابيع قليلة أصدر عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية تعنى هذه اللجنة بداية بالتواصل مع كل السامة السياسية في ليبيا وكذلك على مستوى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك حتى على مستوى الأحزاب والقوى الفاعلة على المستوى السياسي في ليبيا، وذلك لصياغة مشاريع قوانين الانتخابات على المستوى الرئاسي والنيابي. هذا الأمر قد سلمه مساء يوم الأمس الدبيبة بالفعل للجنة التي ستنظر الآن وتجتمع مع اللجنة الوزارية والمكونة بطبيعة الحال من 19 شخصا. جل هذه الشخصيات هم من أساتذة في القانون وخبراء. أيضا سيفترض أن تنطلق بعد أسبوع من الآن أولى اجتماعات هذه اللجنة والتي ستبدأ المشاورات على مستوى القوى الفاعلة في ليبيا وكذلك حتى على مستوى مجلس و أو رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات. ولكن نبيل، نتحدث هنا على أن هذا الأمر كما أخبرنا عدد من المختصين، نتحدث أيضا حتى على مستوى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ذكروا صراحة على أن هذا الأمر هو مخالف تماما للقوانين المعمول بها في ليبيا ولا يحق لعبد الحميد دبيبة إنشاء هكذا لجان أو تقديم أي مشاريع لقوانين الانتخابات سواء للمفوضية العليا للانتخابات أو لمجلس النواب، وهذا الأمر يختص به السلطة التشريعية في ليبيا. وهنا الحديث مرة أخرى على عودة الانقسام في ليبيا. دبيبة يطرح مبادرة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل وفق ما أسماها في وقت سابق بخطة عودة الأمانة لأهلها أي لليبيا. تحدث عن أكثر من 2.5 مليون ناخب وناخبة في ليبيا، بينما مجلس النواب وفقا لخريطة الطريق التي قام بإنشائها خلال الفترة الماضية نتحدث عن 14 شهرا. ستيفاني ويليامز كذلك نتحدث على أنها تدعم بشكل كبير حتى الآن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الأجال، وإن لم تحدد موعدا محددا. إذا نتحدث الآن على مسوّد أو مشروع يتحدث عنه عبد الحميد دبيبة لإجراء الانتخابات على مستوى شرق البلاد وحتى على مستوى الجنوبية، المنطقة الجنوبية، بعد أن استلمت حكومة فتحي باش آغا المكلفة حديثة من مجلس. عبد العزيز، من الواضح أن هناك جهتين المنطقتين، هناك العديد من الأطراف التي ترفض أن تقوم الحكومة بنفسها بكتابة قوانين انتخابية، وهي مهمة تشريعية ربما يفترض أن تقوم بها جهات أخرى موجودة في البلاد. لكن هذه المبادرة من دبيبة ومن حكومته والكيفية التي يكتب بها قوانين الانتخابات، هل لها مؤيدون داخل ليبيا؟ ربما حتى الآن يصعب التأكيد والجزم نبيل أن يكون هناك أي جهات تؤيد بالفعل سواء على مستوى السياسي في ليبيا وحتى على مستوى الأحزاب السياسية في ليبيا. الليبيون يتحدثون على ضرورة ووجوب إجراء الانتخابات، لكن مرة أخرى نبيل نعود إلى مسألة القوى القاهرة ذات المسببات التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر العام المنصرم. هي ما زالت تلك المعوقات ما زالت قائمة، العديد منها على مستوى القانون وحتى على مستوى السلطة التنفيذية. من سيقوم بالإشراف والتجهيز والإعداد لهذه الانتخابات؟ هل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لفتحي باش آغا أم لحكومة دبيبة؟ في ظل انقسام بدأ واضحا الآن على مستوى المؤسسات في ليبيا، حكومة فتحي باش آغا، حكومة الاستقرار الوطني، استلمت المنطقتين الجنوبية والشرقية خلال الأسبوعين الماضيين فقط. يتحكم الآن عبد الحميد دبيبة على مستوى بعض الأحياء حتى في العاصمة طرابلس وبعض المناطق الأخرى المؤيدة له. إذن نحن نتحدث أن استحالة تجرى ربما الذهاب لهذا المقترح المقدم قبل عبد الحميد دبيبة بعد خروج كل منطقتين الجنوبية والشرقية عن سيطرة وسلطة حكومة تصريف الأعمال.